نرجع تاني مع بعض، وخلينا نروح للعيب من اللعيبه الشابه المميزه جدا اللي ظهر بشكل كويس قوي مع المنتخب الاولمبي في بطوله افريقيا تحت 23 سنه في المغرب، وحصلنا فيها على المركز الثاني وتاهلنا الاولمبياد. وكمان السنه دي يعني من بدايه من شهر يناير عامل ماتشات جامده جدا مع الاسماعيلي، يعني بتفرج عليه مع النادي الاسماعيلي عامل ماتشات جامده جدا ومستواه مميز جدا. حاتم سكر لاعب نادي الزمالك اللي انتقل لنادي الاسماعيلي ولعب طبعا المنتخب الاولمبي، منورنا النهارده في كوره كل يوم. ازيك يا حاتم؟ الله يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام بخير. كله تمام؟ الحمد لله كله تمام بخير. هسالك بعض الاسئله في الاول وبعدين اعرف قصه حاتم سكر. عندي تساؤلين انا نفسي بسالهم لنفسي. ليه حاتم سكر مشي من الزمالك رغم ان حاتم سكر لعيب شاب مميز؟ ويعني ده كلامي انا، مالكش دعوه انت بيه. والحته دي في نادي الزمالك كان فيها مشاكل، فتوح يعني بيتعور كتير او كان الفتره فاتت مش مصاب، عبد الشافي متعور، الحته دي كانت فاضيه شويه. وانت لما طلعت الفريق الاول عملت ماتشات كويسه جدا. دي حقيقه. عايز اعرف ايه كواليس رحيلك من نادي الزمالك في البدايه كده؟ في البدايه يا كابتن انا بشكر حضرتك يعني على الاستضافه الجميله دي، شرف ليا ان انا الله يخليك حضرتك. الله يخليك يا كابتن. والله يا كابتن بدايتي في نادي الزمالك، انا بقالي 15 سنه في نادي الزمالك والحمد لله يعني ما عملتش اي مشاكل. طب من طب قول لي قبل دخلت ازاي نادي الزمالك اتقابلت ازاي في نادي الزمالك بالبلدي كده؟ لا عن طريق الاختبارات. اختبارات؟ انت منين اساسا؟ من عين شمس. من عين شمس؟ من القاهره يعني. ورحت وانت عندك كام سنه نادي الزمالك؟ رحت كان عندي 9 سنين. تسع سنين. يعني انت من وانت عندك 9 سنين في نادي الزمالك. مين اللي كان اختارك بقى، المدرب اللي كابتن اختارك؟ كابتن حماده رأفت عطيه. طب كابتن حماده رأفت طبعا كان في قطاع يعني. البرائم. طب وتدرجت بقى؟ تدرجت وكنت بلعب مع المراحل السنيه اللي اكبر مني، كنت بلعب مع 2000 ومع 99 وحتى في فتره تصعدت مع 97. والله؟ والله. وانت 2001 يعني كنت بتصعد مع الاكبر منك باربع سنين. طب قول لي بقى، يعني 15 سنه ما فيش مشكله خالص؟ لا الحمد لله. يعني حتى لو حضرتك اتكلمت مع حد مثلا من قطاع الناشئين اللي مرنوني. كابتن امير عبد العزيز كان مدربك؟ طبعا. صح؟ ده انا ابويا، ده انا بحبه جدا. هو كان بيتكلم عليك؟ لا يعني ده ابويا. انا بحبه قدامي كتير. فيعني كان بيتكلم عليك كويس جدا. لا انا بحبه. في الفريق 2001 انت وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحسام اشرف وأسامة فيصل وصلاح عماد عيد. بالظبط. كنا جيل بصراحه. واسامه فيصل الجيل بتاع 2001 في الزمالك. فايه اللي حصل بقى قول لي؟ والله يا كابتن انا لما اتصعدت في الفريق الاول كان اول واحد صعدني الكابتن ايهاب جلال، الراجل ده برضو ليه فضل عليا بعد ربنا. هو اللي خدني، كان عندي 16 سنه 16 ونص الفتره اللي الكابتن ايهاب جلال مسك فيها الزمالك. كنا لسه خارجين من الكونفدراليه. كان هو ماسك وكان بعد ماتش الاهلي صعدك. كان عندك 16 سنه. 16 ونص كده 17 سنه. فتدرجت يعني من ساعتها جروس وميتشو وكابتن خالد جلال و كنت مع كل دول يعني. بس مشاركتك كانت السنه اللي فاتت. لا انا مشاركه الاكتر يعني. انا انت بدات تلعب اساسي وبدات تبقى موجود يعني في ماتشات كتير ورا بعض مع اسوري. انت لعبت انا عارف قبل كده بس ماتشات قليله. مع كارتيرون ما كنتش بلعب كتير يعني. كان موجود عبد الله وفتوح والكابتن محمد عبد الشافي ربنا يرجعه بالسلامه، بصراحه الراجل ده انا قدوتي الشخصيه يعني. انا بحبه جدا. ده حاجه جميله. فهو بصراحه لحد دلوقتي بيكلمني شيف. طبعا. انا بصراحه الراجل ده مش عارف اقول لحضرتك ايه عليه. لا بس انا عارف احمد عبد الشافي شخصيه غير طبيعيه. مش ما فيش منه اثنين. مفيش منه. لا 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 خالص. مؤدب جدا ويعني كابتن فرقه كابتن فرقه ومحترم وما بيتكلمش في حاجه. دي حقيقه. انا عارف عبد الشافي كويس جدا. وكلمني اول ما حصل معايا المشكله او الدروب يعني كلمني، هو اول واحد كلمني. هو وكابتن شيكابالا وزيزو ودونجا. بصراحه الدروب ده اللي انت مشيت من الزمالك. قرار استغناء عنك. انت شكلك زعلان. اتصدمت. طبيعي يا كابتن يعني. اخر يوم في القيد. وبعدين انا يعني انا كان ما كنتش حابب ان انا امشي يعني كده يعني. مع ان انا ما عملتش مشكله مع حد ولا حد، حتى الناس لحد دلوقتي بيكلموني على تواصل بيه، بس انا متربي في المكان. حتى وانا وانا لما دخلت الاوضه باخد لبس انا مش قادر. وانت ماشي؟ لا مش قادر. الموضوع كان صعب بالنسبه لي. معلش انت ما قضيت يعني عمري. حتى الناس وهي وانا ماشي، الناس اللي هم العمال بقى والمدربين يعني مكانك اللي انت اتربيت فيه. زمان زملكاوي انت قوي. عيلتنا كلها تحب الزمالك قوي. لا هي عيلتنا كلها زملكاويه كل. بس فانا جيت اخر يوم في الكده، انا كنت طالع عاره الى فرقه يعني
كنت رايح فرقه بس انا مش حابب اقول يعني. مش مشكله. فالنادي عندنا كانوا قالوا لهم هتاخدوا حاتم في حد هيجي مكانه. فحصل يعني ما جاش. حصل يعني بينهم خلاف. فانا كنت داخل في النص، انا ما كانش ليا دعوه، انا كنت مكلم كابتن عبد الواحد. كابتن عبد الواحد على المستوى الشخصي انا بحبه جدا، مدير الكوره طبعا، وجدع جدا طبعا، طبع. جدع جدا طبع. وفضل يتواصل معايا طبعا. فقال لي خلاص يا حاتم انت عايز تطلع اعاره عشان عندك اولمبيات ومشاركتك تبقى كويس. ده الكلام ده كان في الامارات لما كنا في البطوله الوديه دي. ايوه ده كان كابتن معتمد جمال موجود. كابتن معتمد، كابتن انا بحبه جدا ومحترم بصراحه، وكان بيعاملني كويس. يعني مع اني ما شاركتش معاه كتير، يعني ماتش مثلا وماتش لا، ماتش ما شاركتش معاه كتير، بس انا بحبه بصراحه. هو كان مدرب كويس وكويس مع كله محترم يعني. محترم كابتن معتمد جد طبعا. فلما رجعنا كان فاضل يومين بس على غلط القيد. فانا ما اعرفش يعني، انا ما كنتش بقول انت مش مدي اخوانك. لا لا لا. فجي اخر يوم كانت الساعه 12 بالظبط. 12 الظهر. لا بالليل. بالليل. بالليل خلاص. يعني قبل 12 يعني 11 ونص 10. فانا لقيت نفسي مش موجود يعني. عرفت ازاي؟ عن طريق الايجنت بتاعي والكابتن عبد الواحد بيكلمني، اكلمني قال لي عايزك في النادي حاتم. فرحت له. ده قبل غلق القيد. بكام ساعه يعني. بس كان في يعني مساحه، كان في مساحه. فمدوا القيد ليوم كمان. فانا كان في يعني انت لما بلغوك ما كانش لسه الاسماعيلي في الصوره؟ لا، هو الاسماعيلي كان متفق مع النادي. هو في ممكن يكون في اتفاق بين نادي الزمالك وبين نادي الاسماعيلي في حاجه، بس انا مش عارف. ما تعرفوش. مش عارف صراحه، مش عارف الحقيقه. بس انا لما رحت له النادي بقى. وبصراحه اليومين دول انا بشكر الايجنت بتاعي عبد الرحمن اسماعيل وماهر. بصراحه انا مش عارف اقول لهم ايه، هم اللي وقفوا جنبي وفضل يكلمني قال لي تعالى انا عايزك دلوقتي وتقفل تليفونك، مش عايزك تركز مع اي حاجه، مالكش دعوه باي حاجه. فكان قدامي كذا عرض، فانا فضلت النادي الاسماعيلي طبعا عشان نادي كبير، نادي جماهيري طبعا، اختيار رائع. وانا الحقيقه انا من النوعيه اللي انا بحب العب تحت ضغط. احب الجمهور. خلاص خدت الزومه دي، فخدتها في الزمالك. فخلاص متعود عليها، فمش حابب ان انا اروح كده الاقي المدرجات فاضيه. حابب ان انا اخد تجربه تكون مثلا كويسه بالنسبه لي، من حيث برضو الضغط. وعشان انا برضو عندي اولمبيات، وعندي مثلا ان النادي الاسماعيلي برضو نادي كبير وبوابه برضو لاوروبا. طبعا يعني انا لا ولا انت كمان عاجبني في الاسماعيلي جدا يعني. كابتن ايهاب طبعا بيحبك جدا. طبعا انت لعيب كويس، شايفك في الماتشات بتقاتل، كورتك حلوه، قوي، سريع، بتدافع كويس، بتهاجم كويس، فما شاء الله يعني اختيار رائع لنادي الاسماعيلي، نادي كبير جدا. طبعا. وزي ما انت بتقول الضغط الجماهيري ده بيخليك كمان مركز وتشتغل بشكل كويس. طبعا. فهو انا لما قعدت معاه، فانا يعني انا ما كنتش مصدق ان انا خلاص بره نادي الزمالك. مش عارف استوعب. فبصراحه يعني حسام اخويا ووالدي. حسام اكبر منك؟ حسام اخويا. عندي اخ حازم. انت حسام. حسام وحاتم وحازم سكر. وعلاء ومحمود اللي هم الكبار خالص. انتوا كام واحد؟ احنا خمسه. خمس ولاد؟ لا احنا ثمانيه اصلا. خمس ولاد وثلاث بنات؟ ما شاء الله. كلكم حق؟ لا، وعلاء ومحمود بس هم اللي بعيد. فلت. لكن حسام وحازم وحاتم احنا الثلاثه. تمام. فحسام بصراحه يعني في عز ما بيكون عنده مشاكل، وفي عز ما بيكون مضغوط في شغله في دنيته، وهو برضه عنده بنتين، بيسيب كل حاجه، بيسيب دنيته كلها وماشي عشان انا. عشان انا. الراجل ده جندي مجهول في حياتي، هو والدي. طب. يعني والدي. طب. كان بيلف معايا من وانا 9 سنين 8 سنين. بيلف معايا في كل حته. الحمد لله يعني فرحوا يعني بيك دلوقتي وانت لعيب مميز ولعيب منتخب اولمبي. الحمد لله. انا الناس دي ليهم فضل عليا بعد ربنا، ان انا طبعا موجود مع حضرتك دلوقتي، وان طبعا انا موجود في النادي الاسماعيلي وفي نادي الزمالك. الناس دي ده ربنا كلل تعبهم. بعيد عن تعب انا. فالحمد لله ان انا احقق لهم حاجه واقدر احقق لهم اكتر. وان شاء الله يفرحوا بيا، ده اهم حاجه عندي. بس طيب احكي لي بقى لحظه لما مشيت من نادي الزمالك والفرق اليوم ده، وبعدين جالك النادي الاسماعيلي وانت يعني قلت انا خلاص هروح الاسماعيلي. هو انا لما قعدت ولحظه دخولك النادي الاسماعيلي. انا لما قعدت فعبد الرحمن قال لي دلوقتي حاتم انت
قدامك كذا وكذا والنادي النادي الاسماعيلي. انا شايف اكتر اختيار موفق الاسماعيلي. قلت له احنا هنتكل على الله النادي الاسماعيلي عشان انا حابب المكان، حابب الاسماعيليه. وبعدين الناس هناك حاجه ثانيه. الناس هناك بدعم غير طبيعي للعيبه، للجهاز، للاداره. الناس هناك بتتنفس كوره، ما عندهمش حاجه غير الكوره. ايوه بيحبوا الكوره جدا، بيحبوا فريق النادي الاسماعيلي جدا. هي اللي بتفرحهم بس. وكمان رحت المدرب اللي كان صعدك في الزمالك اللي بيحبك ومقتنع بيك. بالظبط. ودي برضو خطوه ذكيه منك. ما هو اللي كلمني بصراحه. وانا بشكر برضو كابتن عماد سليمان وكابتن علي ابو جريشه طبعا، و ده اساطير النادي الاسماعيلي دول. والباشمهندس نصر ابو الحسن ورئيس النادي. كنت قاعد معاه وخلصنا الموضوع. اصلا اول ما كلمني كابتن عماد قلت له انا مع اعرف لان حضرتك تكلمنا يا كابتن والموضوع خلصان يعني. أيوه. بعيد عن اي حاجه. مش هختلف في اي حاجه. طب قولي شايف بقى النادي الاسماعيلي ازاي ودايما انتوا تحت ضغط ان الاسماعيلي مش هو الاسماعيلي بتاع زمان. والماتشات يعني صعبه، ماتشات الدوري كلها صعبه. لكن انتوا خدتوا ماتشين ثلاثه الفتره فاتت بشكل كويس، فوقت النادي الاسماعيلي شويه في الجدول. شايف اللعب في النادي الاسماعيلي عامل ازاي؟ والله يا كابتن هي المشاكل اللي كان بيمر بيها النادي مشاكل غير طبيعيه. خصوصا ان المجلس اللي جه ده بيخلص مشاكل هو مجالس قبل كده. مجالس قبل كده. فكان في كم ضغط كبير عليه وعلى الجهاز وعلى اللعيبه وعلى الجمهور ان النادي الاسماعيلي في وضع صعب ما يستحقش يكون فيه، يستحق يكون في مكان اكبر من كده بكتير يعني. أي. النادي الاسماعيلي نادي كبير. وبعدين انا اول ما رحت شفت يعني شفت حاجه تانية غير لما اسمع يعني. انا لما سمعت غير لما شفت. ايه بقى شفت ايه؟ شفت حب الناس في الشارع وانا ماشي. شفت مثلا اعمل كورتين حلوين ممكن ما ابقاش موفق في ماتش، كورتين حلوين الناس بتتغنى. المنتخب الاولمبي ناحيه الشمال وانت اللي لعبت بطوله افريقيا كل الماتشات والتصفيات والماتشات الوديه وكل حاجه كظهير ايسر اساسي، يعني ايه اللي حصل من وجهه نظرك؟ والله يا كابتن هي وجهه نظر وانا بحترم ده. مستر ميكالي زعلته في حاجه؟ لا 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 بحترمه جدا الراجل اصلا، هو بيحبني وانا يعني انا بحترمه. ايوه. وانا انا بحبه يعني. هو كان بيتكلم معايا بعد البطوله، اتكلم معايا كلام فرق معايا بصراحه. فاحنا اصلا احنا كمجموعه عايزين نعمل حاجه، احنا كمجموعه قبل البطوله كنا عايزين نعمل حاجه، فاحنا بنكمل بعض. ايوه. ودي وجهات نظر. انا مفيش مشكله. لا لا هي غريبه لان انت اللعيب الاساسي والاولمبياد خلاص الشهر الجاي وانت مأدي كويس مع الاسماعيلي، فانا استغربت يعني قلت في حاجه حصلت اكيد ولا حاجه. والله يا كابتن هو مش بالنسبه لي انا يعني احط انا نفسي تحت ضغط، هموت نفسي اكتر، هشتغل على نفسي اكتر عشان تكون موجود المعسكر عشان أكون اللي موجود. جاي. خلاص يعني المعسكر الجاي هي الاولمبياد ان شاء الله عشان اكون موجود. يعني ده حلم بالنسبه لي وبصراحه مش يعني هيبقى صعب عليا ان هو يضيع مني. يعني حلم الاولمبياد. فعندك الفتره الجايه تركيز جامد مع الاسماعيلي في الماتشات عشان ترجع المنتخب الاولمبي. تركيز مع نفسي من تعليمات كابتن ايهاب اللي هو كان لسه بيكلمني من يومين عليها. قال لي على كذا معلومه وكذا حاجه اعملها في الملعب واشتغل عليها. طيب ساعات بشوفك هاف ليفت قدام دسوقي. ساعات بشوفك باك ليفت، ساعات بشوفك مساك من ناحيه الشمال، يعني احسن مركز حاتم سكر يعني انت بتحس بنفسك فيه. بحب اللي هو الوينج باك يعني. في ثلاثة انا ثلاثة بلعب انا وينج، ثلاثة مساكين، فانت تلعب يعني هاف ليفت او وينج ليفت من ناحية هو الشمال. هو الكابتن اصلا اول ما جيت في ماتش سيراميكا وماتش الزمالك لعب بيها. ايوه. وبصراحة يعني ادينا بشكل كويس والطريقة دي خدمتني بصراحة. يعني بينت امكانياتي قدراتك الهجومية. هو كابتن هاب عارف امكانياتي اصلا. ايوه. هو عارف امكانياته واشتغل على ده. قول لي احساسك بقى لما رحت الاسماعيلي وكان على طول ماتش مع الزمالك في استاد الاسماعيليه. والله يا كابتن يعني انا قبلها اصلا بموسم لعبت نفس الماتش قدام الاسماعيلي مع الزمالك. خسرنا فيه 2-1. الزمالك خسر فيه 2-1. يعني انا مش يعني انا مش عارف يعني انا دلوقتي بقيت انا اللي لابس. اتعادلتوا 0-0 وكنت انت كويس في الماتش. الحمد لله. الحمد لله دلوقتي يعني. بس هو انا خلاص كان اول ماتش الكابتن عبد الله السعيد مع الزمالك. بالظبط. وشحاته ومحمد شحاته حصل بيني وبينه تاتش. بس محمد شحاته زميلك في المنتخب. لا ده هو بعيد عن زميلي في المنتخب. انا وشحاته نعرف بعض من ايام البراعم يعني. انتوا صحاب؟ صحاب جدا. صحاب جدا. شديتوا مع بعض في الماتش؟ بس ليه بقى ايه اللي حصل؟ والله هو في كوره كده جه راح شد معايا بيقول لك كابتن مش فاكر مين الحكم بيقول له بيمثل اديله انذار. هو عارفني عليك.
فبقول له استغربت قلت له بقول له بمثل ليه فبيعمل لي كده بقى اللي هو رحت انا واقع راح هو واخد انذار لبست الانذار فجي بقى بعد الماتش الناس بعتت لي يعني هو في ايه بينك وبين اشحات اخويا وصاحبي من زمان جدا وكلمني بعد الماتش كلمني بعدها بفتره بيقول لي الله يخرب بيتك ده انا قعدت 3 4 ماتشات ما العبش ما اتخد انذار فالمدرب خاف راح جامز راح مخرج لا بس هو انا بعد الماتش اتكلمت قلت شحاته اضافه لاي مكان اضافه لنادي الزمالك طبعا شحاته لعيب جامد جدا والله العظيم قول لي بقى رايك في محمد شحاته اللي انت عارفه من وانتوا صغيرين يعني شحاته من واحنا صغيرين وهو مسمع هو لعيب كبير هو لعيب كبير جدا وانا اول ما عرفت ان هو رايح نادي الزمالك هو بعيد عن اي حاجه هو زملكاوي جدا قبل يعني ما هو كان في الجيش قبل ما يجي الزمالك قبل ما يجي الزمالك كنت انا لما كنت في الزمالك بقول له انت زملكاوي بيقول لي بس ما تقولش لحد عشان ما ينفعش والناس اقول له انت زملكاوي اروح بقى في المنتخب والدنيا اقول له انت زملكاوي ما تداريش بس فحصل بيني وبينه تاتش والموضوع خلص موضوع اصلا خلص يعني بتحصل لا 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 لا, لا ما فيش ما التاتش اصلا ما كانش فيه هو كنا بنتكلم عادي ايوه طيب يعني خليني بقى اخدك شويه للمنتخب الاولمبي وانتم مجموعه ما شاء الله مميزه جدا ودايما الناس حاطه امال على منتخب الاولمبي ان هو يقدر ياخد ميداليه في الاولمبياد والله يا كابتن ما فيش حاجه بعيده خصوصا ان احنا كمجموعه لما بنقعد مع بعض عايزين نحقق حاجه نعمل حاجه لنفسنا ولمصر والبلد كلكم يعني. اسامي مميزه حسام عبد المجيد محمد طارق احمد عيد مغربي احمد عيد حاتم سكر الدبيس محمد حمدي شحاته محمود جهاد في نص الملعب لاعب فاركو وصابر وابراهيم عادل واسامه فيصل ويعني مجموعه مميزه مصطفى ميسي واحمد عاطف قطه يعني فرقه كويس وهيبقى معاكم 3 لعيبه كبار الفتره اللي جايه فلا هي الحقيقه يا كابتن زي ما قلت لحضرتك هو المنتخب ذات نفسه احنا لما كنا في بطوله افريقيا اول ماتش كان نايجر ما كناش احسن حاجه الماتش ما كانش احسن حاجه مش لاقي باك ليفت خليني ازنقك شويه فتوح متعور او فتوح حتى لما كان متعور في الكونفدراليه في ماتشات الدوري بيلعبوا ابراهيم امضاي وانت قاعد تتفرج على الماتشات طبعا بتتحصر والله يا كابتن هو في الاول والاخر ده نصيب طبعا والحمد لله يعني نصيبي وداني المكان ظهرت فيه امكانياتي والناس مؤمنه بيا هناك والناس بصراحه يعني انا شايف حبهم ليا حاجه انا الناس دول بقى يعني هفضل احترمهم لحد اخر يوم في عمري اكيد طبعا مسؤولين في النادي الاسماعيلي طبعا المسؤولين والجمهور وجماهير الاسماعيلي طبعا الناس رحبت بيا وترحيب غير طبيعي انا ما شفتوش والله يا كابتن هو يعني الزمالك يستحقها من بدري جدا الزمالك كان لازم ياخد البطوله دي فالناس تعبت واشتغلت حتى انا في البطوله دي انا لعب 3 ماتشات ارتا سولار وساجرادا وسوار الغيني فهم كملوا بصراحه السلسله وكانوا يستحقوها بصراحه البطوله يعني عن جداره الزمالك بس انت راجل شاركت في الكونفدراليه يعني واحد من ضمن الناس اللي شاركت في الفوز بالكونفدراليه فتره اوسوريو كانت الناس بتنتقدك شويه والله يا كابتن انا في كذا ماتش انا كنت بلعب في مكان مش مكاني بس انا ما ينفعش اقول له ما العبش انا محتاج دقيقه محتاج كل دقيقه انت لعيب صغير واللي طلب منك لازم تعمله محتاج كل دقيقه انا ما ينفعش اقول له ما العبش وبعدين الراجل ده كان بيعملني كويس وكان بيحبني يعني بصراحه فقال لي عشان انا ما عنديش مساك اشول فانا هضطر احطك في المكان ده ناحيه الشمال فهو كان عنده كان بيلعب بثلاثه ورا وحطك كمساك من ناحيه الشمال هو كان بيحب يلعب بفتوح في كل حته 6 8 وينج كان بيحب فتوح برضو قوي فهو انا حطني انا في المركز ده وانا مش يعني انا مش كمدافع زي ما مثلا بحب الخط احب اروح احب انطلق معاه فهي 3 دي كانت بالنسبه لك أزياني مش بس كنت لازم تلعب انت راجل يعني ماشي وطالع طيب يعني اوسوريو برضو انا بصراحه ما كانش بيعجبني يعني انا كان تحس الفرقه متلخبطه لا هو كان عنيد شويه عنيد كان عنيد بيحبش يغير لا 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 كان عنيد شويه يعني كل ماتش بتشكيل بس هو ما كانش بيستمع للمعاونين لا 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 مساعدين يعني هو بس هو كان اللي هو في دماغه بيعمله لازم يعمله سمعت حاجه كده مش عارف يعني ماتش ارتا سولار اللي احنا كسبنا فيه الزمالك كسب فيه 4-1
بين الشوطين فعلا انتوا قعدتوا اللعيبه مع بعض في اوضه اللبس. هو الونش اتكلم يعني هو الراجل قال تعليمات وانتوا قلتوا احنا هنشتغل كذا ويعني نعمل الشغل بتاعنا اللي احنا نقدر نكسب. ما ينفعش الجمهور والناس ما ينفعش. يعني اشتغلتوا عكس الكلام اللي كان قاله اوسوريو؟ هو دي حقيقه. اللعيبه جمعنا بعض وقلنا خلاص ان هو كان كام؟ كان 1-0؟ كان 1-0 ليهم ولازم احنا نكسب 4. انا فاكر صح. قالوا لي كده، قالوا لي انتوا بين الشوطين الراجل قال كلام وانتوا جمعتوا نفسكم لعيبه. الونش وكابتن شيكا. الونش وشيكا. الونش وكابتن شيكا اتكلموا. شيكابالا. ايه بقى اللي حصل؟ مش هنخرج من هنا غير واحنا ميتين. لعبتوا بطريقتكم انتوا. اتفقتوا على حاجات انتوا من دماغكم يعني كلعيبه. والراجل كان رد فعله ايه؟ هو اوسوريو كان في حاجه كده كان بيعملها لما كان بيلعب بثلاثة، كان بيجي علينا 4-3 كل كورة. يعني كل كورة كان مثلا بيجي علينا 4-3، فالموضوع كان بيبقى صعب. حتى في الهجمات المرتدة كانت في الماتش ده كانت صعبة، يعني حتى الجون اللي دخل كان كده. ايوه. بس احنا لما كنا بنهاجم كنا بنخلق فرص كتير. كتير جدا. فلعبتوا بطريقتكم، يعني مين بقى كان المدرب في الحتة دي من اللعيبة اللي قال لكم هنلعب كذا ولازم عشان الناس الجمهور ده ما يزعلش ولازم نكسب؟ الونش لما دخل كان متعصب جدا. الونش كان متعصب جدا بين الشوطين في ماتش ارتا سولار. ما كانش موجود في الماتش، كان متعصب جدا. كان بقى ما لعبش؟ لا ما كانش موجود، ما كانش بيلعب. كان مصاب. واتكلم بقى شيكا، قال لكم ايه شيكابالا؟ احنا مش هنخرج من البطوله دي. يعني لا قصدي التعليمات الفنيه اللي انتوا بتعملوا ايه يعني غير الكلام المدرب قاله؟ لا هنلعب لعبنا وهنقف صح. هنوقف وقفتنا. فاشتغلتوا عكس كلام الراجل خالص. يعني هو بالظبط. بالظبط. هم عملوا زي ما الكابتن قال وكابتن الونش وشيكا. وزيزو. زيزو برضو شخصيه. كلمتوا مع بعض. زيزو ده شخصيه انا بصراحه يعني ساعدني كتير. ساعدني كتير قوي. طيب. ماتش برضه سمعت برضه في ماتش الاهلي كان برضه في لخبطه في بتاع 3-1. الاهلي والزمالك. اللي كان بيلعب من غير هاف ديفندر. كان فاكر الماتش ده؟ كان بيلعب باربعه الشوط الاول، كان ما كانش فيه ديفندر في نص الملعب. وفتوح 6 والباقي بقى طاير. يعني انتوا حتى برضه قالوا لي ان انتوا بين الشوطين كلمتوا مع بعض. بس لا، هو الماتش ده هو غير. هو اللي اتكلم. هو غير. وغير لما الطريقه. هو كان الراجل التاني المدرب بتاع الاهلي كولر، مستر كولر، بقى يشتغل على في ظهر الديفندرات عندنا. بقى يشتغل عليه. كان فتوح ومين؟ كان فتوح بس. كان فتوح بس الواحد في نص الملعب. فالاهلي مسك نص الملعب. يعني بقى يشتغل في الراجل دخل بين الشوطين بقى غير. بس كان الاهلي كان 3. كان الشوط الاول 3. نزل السيسي و عمرو السيسي. مش فاكر نزل مين تاني، بس لعب بثلاثة في نص الملعب. ونزل عمر جابر غالبا. والزمالك جاب جون والماتش خلص 3-1. كان بدأ بداية. بس الشوط الثاني خلقنا فرص كتير. ايوه. اللي هي العرض بقى بتاعت زيزو بقى. طيب خليني نخرج فاصل ونرجع نكمل تاني مع بعض، واسألك كمان عن ماتش المنتخب بكره، توقعاتك مصر وبوركينا فاسو، أول مباراة للكابتن حسام حسن رسمية يعني في تصفيات كأس العالم. نكمل مع حاتم سكر بعد الفاصل إن شاء الله. نرجع تاني مع بعض، ويعني منورني النهارده حاتم سكر، لعيب من اللعيبه المميزه وشاب جميل جدا، وسعيد بوجودك يا حاتم والله النهارده جدا، واتمنى لك ان شاء الله التوفيق مع المنتخب الاولمبي الفتره الجايه في الاولمبيات، وباذن الله تنضم الفتره الجايه ومع النادي الاسماعيلي تعمل فتره مميزه ان شاء الله. والنادي الاسماعيلي ده من الانديه اللي احنا يعني بنحبها جدا 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 طبعا. في بدايه الحلقه انا اتكلمت على المنتخب وقلت التشكيل المتوقع، قلت حاجه كده ان كابتن حسام كان حاطط حمدي فتحي النهارده ناحيه الشمال. انا جالي تشكيل دلوقتي اللي بنسبه كبيره ممكن يلعب بيه المنتخب بكره. كابتن حسام احتمال يلعب بثلاثه في قلب الدفاع، يلعب بمحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وحمدي فتحي، يبقى هو من ناحيه مساك من ناحيه الشمال. وفي نص الملعب يبقى محمد هاني ناحيه اليمين، تريزيجيه ناحيه الشمال، مروان ديفندر وزيزو وامام ومصطفى محمد، يعني 3-4-3 ومصطفى محمد وصلاح وتريزيجيه زي ما قلت هيلعب من ناحيه الشمال. ده التشكيل اللي يعني الاقرب اللي ممكن بكره منتخب مصر يلعب بيه، وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه
ان النهارده كابتن حسام كان حاطط حمدي فتحي، وهو فعلا حاطط حمدي فتحي مساك من ناحيه الشمال عشان يقفل الحته الشمال. هو الحقيقه ممكن بنسبه كبيره ان هو يعملها كويس حمدي فتحي، او بقى عمر كمال عبد الواحد يلعب 4-3-3 عادي يعني. بس هو التشكيل ده اتقال لي يعني النهارده جربه كابتن حسام في التمرين. الكلام كان بيدور ان عمر كمال مثلا مش جاهز، ان هو لسه داخل عليهم. ممكن ما يكونش حمدي فتحي يشتغل الحته دي كويس، مساك من ناحيه الشمال. ممكن يشتغلها يشتغلها بشكل كويس، خصوصا ان هو قوي في الحته الدفاعيه دي. ايوه. توقعاتك ايه للماتش بكره؟ لا ان شاء الله هنكسب بكره 2-0 باذن الله. 2-0 ان شاء الله. يعني متفائل بالمنتخب. ان شاء الله. طيب قول لي بقى، مين احسن ظهير ايسر في مصر؟ انت يعني بتحب مين، وشايف مين احسن لعيب دلوقتي بيلعب ناحيه الشمال في مصر؟ انا من وجهه نظري، انا طبعا بحب الكابتن محمد عبد الشافي، ده قدوتي. لكن حاليا قدوتك من وانت صغير؟ طبعا. انا حاليا بالنسبه لي انا فتوح. لكن في ارقام بقى، لو بالارقام فعلي معلول. بس انا بحب فتوح. انا من وجهه نظري انا شايف فتوح. ورايك في علي معلول؟ لعيب كبير جدا. لعيب كبير جدا. ايه اللي بيفرق معلول عن علي عن فتوح؟ هو الارقام بس، مش لا انا بتكلم كطريقه اداء. لا طريقه اداء انا بقى يعني انا يعني الاثنين حريف على فكره. فتوح لعيب كوره جامد جدا ومعلول كده. فتوح يعني كورته بيتمتعني بصراحه. حتى في التمرين بيعمل حاجات مش طبيعيه. ايوه هو فتوح. فتوح لعيب خماسي. خماسي كنت بتتفرج عليه في الخماسي. ايوه بالظبط. هو يعني انما كابتن علي معلول برضو يعني تكتيكي وسريع وقوي ومهاري وعامل اسيستات كتير. مين تاني غير فتوح وعلي معلول ومحمد عبد الشافي حاليا يعني؟ او قبل كده، بس انت ما حضرتش كابتن احمد رمزي بقى. لا ما هو وكابتن محمد عماره كله كان بيكلمنا على الكابتن احمد رمزي. كابتن احمد رمزي كان حاجه جامده، بس انت ما حضرتوش. لا ما حضرتوش. لا انا ويد على الكابتن محمد عبد الشافي، هو قدوتي اصلا. بتحب محمد عبد الشافي جدا. طيب مين اللعيب اللي لعب عليك كجناح ايمن وتعبك بصراحه؟ يعني كان لعيب جامد بصراحه. هم اتنين يعني. زيزو وشيكا. زيزو وشيكا. بس دول بيلعبوا معاك. لا ما هو لما رحت الاسماعيلي يعني. انا لعبت ماتش الزمالك. لما لعبت رحت الاسماعيلي. زيزو وشيكا. الاثنين دول يعني متعبين. لاي مدافع. خصوصا ان زيزو بسم الله ما شاء الله يعني عنده الفوتورك عالي والفنتات بتاعته كتير. بيهوش. كتير. ما بتعرفش تقطع منه الكور. كتير يعني. فشايف ان دول احسن اثنين لعبوا ضدك يعني، او انت لعبت ضدهم يعني. بس دول كانوا معاك في الزمالك، بس انت لما رحت الاسماعيلي لعبت ماتش الزمالك والاسماعيلي. مين هياخد الدوري السنه دي؟ انا من وجهه نظري شايف الاستمراريه بتاعت بيراميدز يعني. بيراميدز. يعني شايف بترشح بيراميدز ان هو ياخد الدوري يعني، الاستمراريه وهما ماشيين بشكل كويس، حتى في ماتشات ما بيبقوش موفقين فيها بس بيعرفوا يكسبوا. ودي اللي كانت غايبه عنهم اصلا. دلوقتي بقى يعرفوا يكسبوا. شايف بيراميدز يقدر يتفوق على الاهلي على الزمالك ويكسب الدوري؟ وانت لو بتتكلم يا كابتن ان لو الاهلي كسب ماتشاته كلها هيبقى فرق بينه وبين بيراميدز باين نقطه. بس مش سهل الاهلي يكسب ماتشاته كلها. ما انا بتكلم في كده يعني، بتكلم خصوصا ان بيراميدز يعني بيراميدز ضغط على الاهلي بشخصيه مختلفه السيزون ده. فانت شايف ان بيراميدز اقوى المرشحين؟ هو الاقرب يعني للفوز بالدوري. مين يكسب السوبر الافريقي؟ والله يا كابتن انا بالنسبه لي يعني، ولا توقع؟ لا انت عايز ايه؟ اتوقع. توقع ماشي قول. يعني ممكن نقول مثلا الزمالك. الزمالك مش واثق. لا لا واثق. واثق يعني، انا بقول توقع مش مش مايل يعني. بقول توقع. توقع ان الزمالك يكسب الاهلي في السوبر الافريقي. توقع. السوبر بنسبه كبيره هيتلعب في مصر هنا في استاد العاصمه الاداريه. بعدين الماتش ده هيبقى يعني هيبقى قوي جدا يعني. بس هتشوف لسه ميعاده امتى يعني. لسه هتشوف ميعاده امتى. مين بقى الفريق الاجنبي اللي هو بره مصر اللي انت بتحب بتشجعه؟ مدريد. ريال مدريد. طبعا. كله بيحب ريال مدريد. لا لا انا بحب ريال مدريد اصلا من صغر. من صغري. من صغرك. عايزين تعملوا ايه في السنه دي في النادي الاسماعيلي؟ والله احنا عايزين نوصل لمكانه يعني هو تليه بالنادي. وتليه بالجمهور وتليه بالبلد. ان دي مش مثلا الوضعيه اللي يستحقها النادي الاسماعيلي. فاحنا ان شاء الله بنسعى كلعيبه وكجهاز وكاداره ان احنا نوصل لحاجه كويسه يعني ان شاء الله السيزون ده.
ننهيها يعني ان شاء الله بمركز كويس. بس مش طبعا يعني عايزين بقى السنين الجايه ان شاء الله، يعني السنين اللي الاسماعيلي يخلص مركز كويس، بس يبدا الاسماعيلي بقى انتوا كلكم لعيبه صغيره في السن، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج المشروع بصراحه كويس، انا شايف لعيبه مميزه جدا. المشروع كويس، وعبد السميع وبيومي انت بتتكلم في معدل اعمار يا كابتن لا تخطر كلكم معظمكم صغيرين كم؟ 25 24 سنه يعني. كابتن الفريق عندنا هو الكبير يعني، كابتن الفريق كان فوزي وكابتن عماد حمدي وبعد كده عبد الرحمن عنده 26 سنه 25 سنه. كابتن ايهاب عامل فرقه انا يعني انا عجباني جدا، بس عايزكم بقى تستمروا ان شاء الله وتشدوا حيلكم الفتره اللي جايه. طب هسالك سؤال بقى كده محرج شويه، كنت انت في الزمالك طبعا وحضرت، انت بتقولي بقى 15 سنه فاتمرنت مع امام عاشور في الزمالك، توقعت ان امام عاشور يروح الاهلي؟ انا اي حد كان بيقول لي حتى لما كان في اقاويل بتتقال صعب، قلت صعب لان انا عارف امام اصلا على المستوى الشخصي. امام كان قريب منك؟ قريب. صعب. لا صعب جدا. ليه بقى صعب؟ وخصوصا ان هو الفتره اللي كان مصاب فيها ورجع من ميتلاند كان بيجي التمرين يقعد معانا في الزمالك، وفي حين الفتره دي قبل ما يروح الاهلي على طول. في حين ان احنا كنا بنتمرن الساعه 9 الصبح و8 الصبح كان بيجي، مع ان امام ما بيحبش الصحيان بدري خالص. فكان بيجي يقعد معانا كان بيحاول يعني، كان في محاولات بس انه يرجع الزمالك. بس انا يعني انا واحد من الناس ما كنتش متوقع. كنتش متوقع انه يروح الاهلي خالص؟ لا. ليه بقى؟ عشان هو زملكاوي جدا. فما توقعتهاش؟ لا. ولما راح الاهلي قعدت فتره مش مصدق، ولا كان الموضوع بالنسبه لك غريب؟ يعني هو الموضوع كان غريب بصراحه، اللي انا كنت بشوفه من امام. الموضوع كان غريب بصراحه يعني. انا ما كنتش متخيله ولا متوقعه. فلما كان حد كان يجي يقول لي لا صعب، تقول لا مش هيحصل. لا صعب. وبعدين بقى نجم الاهلي دلوقتي. ربنا يوفقه امام من اللعيبه المميزه ان شاء الله، ربنا يوفقه بكره مع المنتخب. وبشكرك يا حاتم وبهنيك على مستواك، وعايزك تشد حيلك كمان اكتر من كده، تكسر الدنيا في النادي الاسماعيلي ان شاء الله عشان تكون في المنتخب الاولمبي، تفرج عليك في الاولمبياد كده وتحقق حاجه حلوه مع منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، بس انا عايز اعزي اخواتنا في غزه طبعا، وربنا يثبتهم يا رب ويرحم شهدائهم ويتقبل منهم ان شاء الله اللي هم بيعملوه، اللهم سدد رميهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله يخليك. اشكرك يا حاتم واتمنى لك كل التوفيق. حاتم سكر احد اللعيبه الشباب المميزه جدا جدا في النادي الاسماعيلي، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره باذن الله ان شاء الله. منتخبنا بكره يكسب باذن الله بوركينا فاسو، ياخد خطوه ايجابيه وخطوه مميزه وينفرد بصداره المجموعه باذن الله. يعني يوم السبت ان شاء الله بقى كده نتكلم عن المباراه، احنا خميس وجمعه طبعا انتوا عارفين اجازه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وبشكر كل طاقم العمل النهارده في كوره كل يوم، وبشكر كل المشاهدين اللي تابعونا، ونتقابل على خير يوم السبت القادم ان شاء الله. ان شاء الله.